فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، هل فيها دليل على أن الغيبة من الكبائر؟ إيه نعم، الغيبة من الكبائر، الغيبة من الكبائر، فيها خلاف، فيها من يرى أنها من الصغائر، فيها من يرى أنها من الكبائر، والمذهب فيه روايتان عن أحمد، رواية أنها كبيرة ورواية أنها دون الكبيرة. نعم.